نرجع للموضوعنا تاني اللي هو الدعم. الدعم زي زميلي الفاضل ما قال وصل في الموازنة دي ل 100 مليار تقريبا، منهم اعتقد يمكن 27 مليار لدعم الكهرباء. الدعم ده في الموازنة لما وفروه قالوا احنا وفرنا 41 مليار. طب ال 41 مليار دول هيروحوا فين؟ حد يعرف؟ كويس. نظريا وبرضه هنبعد شويه عن الوضع بتاع مصر، اي دوله بتمر بظروف مصر لما تيجي تقول لك انا هرفع الدعم لازم تعمل حاجه مهمه جدا قبل ما ترفع الدعم، اللي هي ايه؟ تدعيم شبكات الامن الاجتماعي. ما ينفعش ارفع الدعم واسيب الفقير يتخبط ويعاني، وده اللي هشرحه شوية بالتفصيل قدام. الخطوة دي أنا أعيب على الحكومة إنها لم تتخذ الخطوات الجادة المدروسة في دعم شبكات الأمن الاجتماعي حتى لا يزداد الفقير فقرا، وحتى لا ينضم إلى دائرة الفقراء من كانوا هم فوق مستوى الفقر. ده أول انتقاد صريح للموازنة اللي اتعمل، قد يكون مظبوط اقتصاديا ولكن التوقيت قد يكون غير مناسب. الإجراءات المواكبة لهذه الخطوة لم تكن مناسبة على الإطلاق. بدأت الدولة، البنك المركزي يوم الخميس عمل ايه يا دكتور؟ رفعوا ايه سعر الصرف 1%. طب ده عشان يعمل ايه؟ الواحد في المية ده عشان هيعمل ايه؟ مع انهم قعدوا سنة ونص في ثبات. ليه رفعوا سعر الفايدة؟ حد يقدر يقول لي؟ عشان ايه؟ دايما معروف كده الناس الاقتصاديين يقول لك ايه؟ لما يكون في تضخم وتوقع لأثار تضخمية تعمل ايه؟ تمص السيولة، تشد السيولة. طب هتشد السيولة ازاي؟ برفع سعر الفايدة. بس هل دي الوحدة كافية؟ لا طبعا، هناك خطوات يجب ان تكون ماشية بالتزامن مع قرار رفع الدعم الجزئي عن الطاقة. طيب لو نتكلم ممكن نخلي الاسئلة في لأن المقترض الأساسي هو الحكومة. طيب لما أنا عليت سعر الفايدة هيصب السيولة في الجهاز المصرفي، هتوفر للجهاز المصرفي أموال فائضة هيتم استثمارها في أذون خزانة، فهتدعم تاني برضو الموازنة. قد يكون الحل مش هو الأمثل، إنما أحد الحلول اللي هي ممكن تتناسب مع هذه الخطوة. طب أنا عايز أرجع تاني لموضوع الدعم وأقول إيه؟ كيف يمكن للحكومة أن تصلح نظم الدعم بعد أن اعتادها المستهلكون؟ دول كتيرة جدا اعتادت انها تاخد حاجات مدعومة كتيرة جدا. الطبيعة البشرية بتقول ايه؟ لما انا بيكون عندي حاجة تمنها او تكلفتها بسيطة هأسرف فيها ولا لا؟ المية لما تكون عندي ببلاش هقعد افتح بقى خرطوم وارش الجنينة صبح ونهار وبالليل وطول الوقت. الكهرباء لما تكون عندي سعرها حنين شوية هشتري 3 تكييفات. ما لفتش نظرك كده في الأربع خمس سنين اللي فاتت إعلانات التكييفات اللي في التلفزيون كانت كتيرة قوي ولا إيه؟ أنت كده لما بتمشي في أحياء شعبية، العواجيز برضو اللي زي يمكن يلاحظوا الموضوع ده، بتلاحظ إن إيه؟ البلكونات مليانة
تكييفات، وتبص على الحالة الاقتصادية بتاع الحي، المستوى الاجتماعي والحالة الاقتصادية بتاعت الناس اللي هناك دي، هتلاقيهم يعني الحقيقة يعني ايه متوسط الحال. طب هل احنا بندعم الكهرباء علشان انا قاعد بقى في كومباوند وعمل لي تكييف مركزي واروح قرية سياحية وانورها للنهار، والاحياء والناس اللي هم برضو في المتوسط الحال يشتروا بالتكييفين ثلاثة يبقى كده ارجع افكر واقول هل الدعم بيصل للمستحقين ولا اللي بيستفيد منه هم مستهلك الطاقة الاكثر. اوكي، ده برضو نوع اخر من النقاش قد يكون بعضكم متفق معاه وقد بعضكم يكون غير متفق معاه، بس برضو احنا لا يصلح الله ما بقوم حتى يصلحوا ما بانفسهم. انا ليه انا زرت دول كتيره قوي، ما شفتش دوله زي كده مصر. للاسف ده نقد ذاتي لينا بقى، احنا عددنا كم مليون يا جماعه؟ وصلنا كم مليون؟ لا يمكن 91. تعرف في كم خط محمول في مصر؟ حد يعرف كام؟ لا 106. واخر حسابك 101 والله. يبقى انت اصدق مجلس القومي للصلاه، يبقى انا سمعتها من واحد قال لي 106 بس انت اصدق. طب معنى كده ايه؟ ان كل واحد مشيله طبعا مع استبعاد الاطفال والبيبيز واللي لسه في، حتى الاطفال دلوقتي اللي هم في الكيجي معهم موبايلات ومعهم ايباد، ده بقت ايه مصيبه. ده احنا كان على ايامنا اللي معاه استيكه احمر فازرق كان بيعمل فيها برنس. مش الطبعات بتاعتها؟ مش الطبعات. لا والله اقول لك حاجه بقى وهتضحك عليها قوي. انا كنت واقف في اشاره، في واحد متسول كده وعنده عهب يمشي على عكاز، لقيته الاسبوع اللي فات قاعد كده في الديره وبيشرب سيجاره وبيتكلم في الموبايل. طب قول لي بقى ده هيحتاج الموبايل في ايه؟ بيرتب مع المانجر بتاعه ان هو يجي ياخده بعد الظهر. لا خلينا نقول ايه بقى، خلينا بقى بنتكلم جد. احنا يا جماعه احنا فعلا بنعاني، احنا دوله بنعاني من مشاكل متراكمه من اكثر من 60 سنه. جزء من هذه المشاكل مسؤوله عنها الدوله 100% والحكومات المتعاقبه من ضعف وتواطؤ وتخبط والى اخره، قول زي ما انت عايز. وجزء اخر ونقد ذاتي لينا كشعب احنا برضو مسؤولين عنه. اوكي، بعض الناس ما بتحسش بالمشكله وبعض الناس بتتصور ان الدعم ده امر مفروض على الدوله وده واجبها، وقد يكون هم فعلا من وجهه نظرهم هم صح. وبعض الناس تقول لا يعني احنا طالما في الخير مع بعض لازم تكون في الصعوبه برضو شايلين ايه، شايلين الـ زي ما بيقولوا شايلين القفة مع بعض. الدولة لازم تعمل ايه في موضوع الطاقة؟ لازم تحط خطة شاملة لإصلاح قطاع الطاقة اول شيء، ويكون عندها استراتيجية سليمة للتواصل الجماهيري. احنا لازم نقعد مع بعض اكتر، نقعد مع بعض ما بين اللي هو ايه، اللي هو الاحزاب، تعمل الحركات الثورية، الدولة مع ممثلي الأحزاب، الدولة مع ممثلي قطاعات الشعب، ويكون في نوع من المصارحة والمكاشفة بالمشاكل واقتراحات للحلول. أيضا لابد على الدولة أنها تتخذ التدابير لتعويض الفقراء واللي هو بنسميه دعم شبكات الأمان الاجتماعي. ولازم الدولة ما تجيش كده هوبا كده في يوم واحد انا رفعت الدعم كده 100%. طبعا هتحصل ثورة كبيرة جدا. لازم اي دولة، ما بتكلمش بالتحديد على مصر، اي دولة عندها ازمة اقتصادية وعندها موضوع الدعم ده جزء كبير في موازنتها، لما تفكر تشيل الدعم تشيله على 3 أو 5 سنين او اكتر، يمكن حتى من 5 سنين. الدعم لازم يتشال بالتدريج حتى لا تحدث صدمات لا يستطيع الشعب أو الطبقات المتوسطة تحملها. لابد أن ترفع الدولة كفاءة المؤسسات المملوكة لها بغية تخفيض الدعم الذي يحصل عليها المنتجون، وأيضا إيجاد أو إبعاد آليات التسعير عن الاعتبارات السياسية.
بدائل الطاقة دي برضو ناحية مهمة جدا. في ناس بتقول لك الطاقة النووية هي الحل، مين موافق على الكلام ده؟ الطاقة النووية هو الحل، يرفع ايده. جزء من الحل، الأغلبية مش موافقين. الموضوع ده موضوع يعني حساس للغاية. هاجي لحضرتك دلوقتي، همسك كل نوع من أنواع الطاقة البديلة وأقول ده هينفع مصر أو مش هينفع مصر أو عالميا بيقولوا عليه إيه. طيب، مصادر الطاقة البديلة غير المتجددة، في مصادر متجددة وفي مصادر غير متجددة. الغير متجددة هي الغاز الطبيعي والفحم والكهرباء بمصادرها الأربعة، اللي هي قوة الكهرومائية، الكهرومائية والطاقة النووية والمحطات الحرارية اللي بتعمل بالفحم، والمحطات الحرارية التي تعمل بالوقود البترولي. والطاقات والمصادر الطاقة البديلة المتجددة هي الطاقة الشمسية، دي حاجة جاء من عند ربنا وببلاش، وطاقة الرياح، وطاقة الأمواج اللي هو المد والجزر والخشب. طيب، إيه مشاكل الطاقة الشمسية؟ حاجة مدهنا ربنا وجميلة جدا، وفي دول كتيرة جدا بالذات اليابان رائدة في موضوع الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية أهم التحديات اللي بتواجهها هي مشاكل التمويل والاستثمار وتطوير التكنولوجيا لتخفيض أسعار أجهزتها. لازال لغاية دلوقتي استخدام الطاقة الشمسية مكلف. في عندنا شركات في مصر قطاع خاص بادية من أكتر من 15-20 سنة وبيعملوا الفوتو سيلز والسخانات الشمسية. إنما أنا عن تجربة شخصية، أنا كنت عايز أعمل سخان شمسي عندي في عقار، يعني باعتباري يعني من سكان العقار ده، وكذا واحد اتفقنا نعمل كده. رحنا نجيب عرض، لقينا العملية دي لا، ده نشتري سخانات كهرباء، لأن دي محتاجة صيانة ومحتاجة ولا بديل إنك هيكون لها باك اب. فلازال بالفعل المستقبل فعلا ممكن يكون يعني مشرق بالنسبة لموضوع الطاقة الشمسية، إنما لسه الموضوع بتاع الأجهزة الطاقة الشمسية واستخداماتها ومقارنتها بالوسائل الأخرى لازالت محتاجة إلى التطوير. طب بالنسبة للطاقة النووية، في مشاكل ليها ولا لا؟ وهل هذا الحل بالنسبة لمصر؟ طيب، اللي بيقول أنا أحترم رأيه، بس يقول لي هو أكيد صح، يعني مش هيختلف معاه. ليه؟ الزميل اللي قال العالم كلها شغالة بالطاقة النووية. طيب، ناخد رأي تاني. حد من الموافق الزميل؟ حد موافق الزميل؟ ايه يا جماعة، انتم كلكم مش موافقين معاه ولا ايه؟ جميل جدا. هو جزء، لا انا بتكلم مش لا انا بتكلم على البدائل، وهي فعلا بديل، وفي دول رائدة في العالم بتعمل الكلام ده. اقول لكم بقى الحاجة يعني اللي يمكن لما قريتها من يومين صدمتني انا شخصيا، لاني ما كنتش ابديتد قوي بالموضوع ده. فاكرين موضوع تشيرنوبيل؟ فاكرين موضوع فوكوشيما سنة مع التسونامي، في أربع مفاعلات ذرية فرقعوا زي البلالين بتوع فالعلان. في دلوقتي اتجاه عالمي إن الدول بتستغنى عن المفاعلات النووية عند انتهاء صلاحيتها، وبتدور على مصدر آخر للطاقة. ألمانيا بالتحديد دون بقية دول أوروبا أعلنت أنها ستستغني عن الطاقة النووية. اليابان بتحد من استخدام الطاقة النووية. أمريكا نفسها بدأت برضو بتبيع المفاعلات، بتصدر المفاعلات بتاعتها لدول تانية. فموضوع الطاقة النووية أنا مش ضده، ولكن
لابد على الدول المنتجة لهذه التقنيات الحديثة أن تستمر في إيجاد أفضل أكبر عوامل أمان لكي لا تحدث المشاكل أو الكوارث التي نتجت عن المخلفات النووية وطرق التخلص منها، وأيضا الحوادث أو الكوارث التي قد تحدث بسبب زلزال أو تسونامي أو ما شابه ذلك. فهي إلى حد كبير طاقة لا تنضب، تعطيك طاقة لآلاف السنين ولا تنضب، إنما إذا أردنا أن نستخدمها يجب أن نستخدمها باستيراد أفضل أو بالتعاقد مع أفضل الدول التي تنتج هذه المفاعلات وتحقق أفضل معاملات الأمان. طيب الفحم ده مشكلة كبيرة قوي. إيه رأيكم في الفحم؟ طيب في فريقين في مصر، فريق رجال الصناعة اللي بيقول لك ما كل دول العالم الرائدة بتستخدم الفحم ومنهم الصين وأمريكا. مين أكبر مستهلك في العالم للفحم؟ الصين. برافو عليك، حاجة و50% من الانتاج العالمي، يليها برافو عليك انت مذاكر هتدخل طب يليها الولايات المتحدة. طب هل ده يديك صورة واقعية عن حقيقة الفحم واستخدامه؟ لا. ليه؟ انبعاث ثاني أكسيد الكربون من الفحم له تأثير ضار جدا جدا على البيئة، وده بيقاس سنويا. وأكبر دولة، من أكبر دولة مستهلكة في العالم للفحم اللي هي الصين، عندها الانبعاث يعني بتاخد أكبر نصيب من انبعاث ثاني أكسيد الكربون. وطبعا تعرف بقى الأوزون والأثار البيئية والحاجات دي، احنا في مصر مش ناقصين والله، احنا كفاية عندنا في أسمنت طورة عندهم المخزون العالمي للفحم على ما أتذكر يكفي عدة سنوات. وإنجلترا عندها برضو فحم كبير كتير، وأندونيسيا بتصدر، والهند بتستخدم وتصدر. الدول دي بدأت تعمل إيه؟ بدأت تشجع استخدام الفحم كبديل للطاقة في الدول الأخرى، وبتصدر لهم الكلام ده.